بس ما هو هنا ابو كاتب. هذا الثوب الازرق اللي تمدحه انت، تقول يا لبست اخذ ولد. والله بعذر عينك والله. هف هف مشينا يلا مشينا. بس ما هو هنا. لا يا رجل ما هو شي قال له هذا جبله للشرق شوي. نبي للبل شمال نبي شمال يا رجل. احنا متفقين بس خوينا باقبنا ما هو مني انا. والله هسح لي هذا فيدري هدم فمي. اي والله سيف يا رجل. اي والله ليه هاللون. يلا يلا بس هنتولى بنطلع للبل ونرحل وحصل به حصل به وناسه. حصل به وناسه بس حنت يا رجل من امس. مثلك ماني مثلك؟ حيزم وهلو. ماني زيك؟ والله لا ادبه والله لا جلده لا فلك. لا شبه خلصت الغرفه ان شاء الله. خلصوا من بديل الخشب العوازل والخشب وبديل الخشب. بس باقي الشبابيك ان شاء الله هو. والكهرباء نصبغها تطلع باذن الله. هذه الغرفه الثانيه أربعة بأربعة. طبعا هذه غرفة هذه خاصة إنه هنا راح تكون مغسلة وهذا المروش بس. هذا المروش فقط. اي بالله. وين ما في شو اسمه تحت بنايات. وشن؟ بلية هذه اللي تحط بها حلة. هي موجودات صناديق موجودات. هي. اي مخفيات. ما عجبك شعري؟ اي والله ما عجبني جميع الصلاة. علامة كدلك. وهذا المطبخ. بسم الله. أربعة بأربعة هذا. يا سلام. أول كان مترين بأربعة بس. الحين طعمكم راح دبل. هذا الملعق الذبيحة بهذا. والمطبخ يبدأ حرف ال. 50,000 ريال يومي. الله يعين إن شاء الله. ويوفقنا. نصبغها ونركب الطاقة والشبابيك إن شاء الله. ونطلعها بإذن الله. سلامات يا ابو كاتب. والله يا فلان تخبر يوم اجيكم بالفات يوم اخذت اجر طلع منك انا مساعد منه قبل اسبوعين وطلعت وجيت اخو العيال. اي والله مرتج على حديد يا فلان. اعوذ بالله الكسر هذا وش هو هذا؟ هذا الرجل هذا يدل على انه رجل. ولا تحس ان ضربك على انه رجل. خلي من الرجل. وشلون دريت انه مكسور؟ شافها العامل. انت شلون طب جيتها قلت لها وش به؟ انا جيت لاحظت انه نازل. جيب نازل؟ نازل من تحت يا فلان. اي وفاحج من قدام. قلت يا فلان شوفه. وبحر قال مساعد مكسور يا فلان. والله من زين السواق خلي من الحادثي. الثوب هذا تلبسه ثاني مره. او كاد يبين انه رجل. ما يحتاج. اي والله. اي والله ما راح ادري من هالرجل. لا هو ارجل مني. لا انت ارجل. انت. هو ارجل مني. شوفك دائما تصور بهالورشه هذه انت. الورشه هذه. اي. الورشه اللي عارف ان مخرباتك هذه صراحه انها تستحق اللي يثني عليها. انت معتمد على الورشه هم سمكر الجيدين وهم ميكانيكي اسد جيد. شو اسمه؟ اسد. وينه؟ هذا هو اسد. بالله؟ ايوه هذا عليه عرف هذا. نعم. ايه. هذا اعرفه هذا قبل يمكن عندك 15 سنه هذا. كان من الشارع الاول بالصينيه القديمه. ايوه وعندك بعد ابو شادي حق ثمتيك. يجي بعد 15 يوم تركي وفادي وشادي تركي يعرفونه أستاذ يعرفونه مشهور بس ما شاء الله عليه صاحب الورشة هذه جمع لكم طال عمركم نخبة الصناعية القديمة بسكاكة. طبعا أهل بسكاكة يدرون أن الصناعية انتقلت للصناعية الجديدة وتأثرت الناس يعني ما تلقى الميكانيكي اللي انت خابر ما تدري وينه. النخبة طال عمركم تلقونهم عند الورشة هذه. شو اسم الورشة هذه ابو كاتب؟ توقيت المحرك. يا هلا ابو عثمان الله يبارسك ان شاء الله بشغلك يعطيك العافية ان شاء الله. نجمع النخبة كل ابوهم عندك ما شاء الله عليك. الله يبيض وجهك ان شاء الله. طول عمرك يا حبيبي والله الله يبارس لك. هذا طال عمرك هون بالصناعية القديمة اللي الشمالية اللي ما قفلوها. هذا يفتح شرق. شلون اوصف لكم عاد انا؟ هذا السيدين حق الصناعية القديمة تكتبونها بجوجل ما بتطلع لكم توقيت المحرك. عندك الموقع يا ابو كاتب ننزله ولا لا؟ بس
بالذات يا أهل الديرة الشمالية بسكاكة تأثرنا بنقل الصناعية بعيدة صارت علينا الحين، يعني صارت بين سكاكة وقارة أو صارت بقارة تقريبا، أنا مشي وير علينا هذا ما شاء الله عليك، جايب لنا النخبة وحطهم عنده بورشة واحدة وقريبة للي بيوتهم شمال واللي بوسط الديرة، كل شيء عنده ما شاء الله، الميكانيكا والسمكرة الكهرب الله يبارك له، والله الميكانيك اللي عنده جيد أنا خابره، يفكفك السيارة يفصلها تفصل، السمكرية أتراك والجير أوتوماتيك عنده الأتراك جايين بعد 15 يوم إن شاء الله جميع السيارات أوتوماتيك، أنا غيرت القماشات عندهم كادنهن عصاجة أظنها من الوكالة، ذا حقت الوكالة أتوقع اللي هو بيحتاج خرط ولا والله يحتاج خرط، يعني إذا ما خرطت يخرب عليك القماش الجديد يا حبيبي. شماك إذا ما كان ولده يأكل أبوه. طيب هذا جبت من البدر صح ولا لا؟ ايه؟ أمسك هذا وش تبي؟ هاته. طيب ليه تحطه ما غرضان بدر؟ هاته وديه بدر هاته هاته وديه بدر هاته وده أصبر خلنا أخذ خلاص سيارة وديه بدر أصبر شوي شوف لا خلاص معك جاب البدر كلا ملح وخل ملح وخل لا لا خلا بنفسك ركت الله غيرنا قماشات الجيب وضبطنا بس باقي نعبي ديزل وانت اللي عرفتك وانت تزين هذا الريال ها خلاص زبط من ها والله اني ملومك انا لابسين الثوب الازرق اليوم ليه حقك تزبط يلا يلا مشينا غدرنا بك اليوم من هو انت غدرت بي هي نروح هنا خير ان شاء الله خير اي والله خير يلا مشينا بسم الله شوف خوينا يا هلا يلا حمود خوياك يف يقول السلام عليكم كاشخ وش اللي معك؟ صارت قال مني ترى والله امي توسطت لك ولا والله ما انا ماخذك والله ارجع والله ارجع ارجع والله ما حد ماسكك ارجع محمني حتى هالبرا مبين اصلا وجهك مبين تعابير وجهك مبينه او لا يا ولا ماني ولا انت ما يلا بس يلا كدك بسم الله السلام عليكم سلام لا جاب شماغ ولا جاب له ثوب سبي هذا ما بي هو يجيب من ابو طراد معه بالله ايه وراك شغل وراك شبوك وراك شبوك ترى وراك اليوم شغل وحولات وخلفات ودنيا حمل الحوار ذرق عليك رجعنا يا جماعه الخير من 60 كيلو انا حمو عشان علاج الحيران ونسينا الحمى سبحان الله صارت خيرة ثرينا مطلبين الحمى وكيسة وجاهزة ونسينا الخيرة بما اختارها الله الله من طيب المراجل ومن طول الذراع أبلجل حتى صدوف الدهر ما ترجع صاحبك لا قال ولا حاجة هم مال اختراع يخترع لك حل ولا يخربها معك الله من طيب المراجل الصفار غاد مو هنا بينك وبين الحين 200 كيلو الصفار طيب أنا داري إنه طيب وانت طيب بعد الله هذا المواقع قريب يا جنب الزفلت هذه اللي بتديرها كشت من قريب هذا أبراج التمرية ورا بالله أيوة. بعد المواقف كيلوي الله كشت قريب عدتك بس حنا ما نبي هذول حنا يلا مشينا أما شهيك يا أبو كاتب صراحة مثل وجهك لا لا حلو أنا واثق من وجه زر أنك واثق أنا يوم أني أبحرني بالمراية ايه؟ أتغزل ناظرني بس زين ناظرني سيده ناظرني سيده ما ناظرك انا ابو بحر لي انا ناظرني طلع شوف زينك انا بس والله صفار طيب